المحاضرة التاسعة في الطفيليات، هنتكلم عن دودة الشعرين الحلزونية ترايكينيلا سبيراليس، وهي تتبع عائلة الترايكينيليد. ذكر الديدان الخيطية اللي بيقطع هذه العائلة ليس له شويكات بناء، كما أن الإناث فيها ديدان ولودة. فيفيبراس توجد منها دودة واحدة فقط، هي الشعرين الحلزونية، وهي تنتشر أساسا في الولايات المتحدة وأوروبا وبعض مناطق في أفريقيا، حيث يؤكل لحم الخنزير. العائلة النهائي أو Definitive Host الإنسان والخنازير والفئران، حيث بيعمل كل عائل منهم كعائل أساسي وعائل وسيط. مكان التطفل الديدان البالغة في الأمعاء الدقيقة واليرقات في العضلات. بشكل عام هي ديدان صغيرة الحجم، رفيعة في الجزء الأمامي لها، متضخمة في الجزء الخلفي، ويقع الفم في مقدمة الجسم وليس حوله شفاه، يؤدي إلى مريء خلوي يمتد إلى حوالي نصف أو ثلث الجسم، يليه الأمعاء اللي بتفتح في نهاية الجسم في فتحة المجمع للذكر وفي الفتحة الشرجية للأنثى. بيصل طول الذكر إلى 1.5 ملم، وهو أقصر وأنحف من الأنثى، وتكون الأشواك فيه غائبة، ولكنه يقلب المجمع أثناء التزاوج، حيث تحاط فتحته بحليمتين مخروطية الشكل تسمى فليشي لابيدز، يعني تقريبا حلمتين طريات بتساعد الذكر في الإمساك بالأنثى والجهاز التناسلي المذكر مفرد. الأنثى أطول من الذكر، بيصل طولها إلى 4 ملم، قطرها 6 ملم، ولها جهاز تناسلي مفرد بيفتح بالفتحة التناسلية الأنثوية الموجودة في نهاية الخمس الأول من الجسم، وتضع الأنثى أجنة، ولذا فهي ديدان ولودة في فيبرس. دورة الحياة، تعيش الديدان البالغة في الأمعاء الدقيقة للإنسان والفئران والخنازير، حتى تعيش تحت الغشاء المخاطي للأمعاء، وبعد التلقيح يموت الذكر، ومن ثم بتغرز الأنثى جزءها الأمامي في جدار الأمعاء أي في الطبق المخاطي، وتبدأ في وضع اليرقات، حيث تخترق اليرق الطبق المخاطي إلى الأوعية الدموية، وفيها تسير مع تيار الدم إلى القلب والرئتين ثم القلب ثاني، حيث تتوزع إلى جميع أنحاء الجسم في خلال من 8 إلى 14 يوم. اليرقات التي تصل إلى العضلات الإرادية هي الوحيدة التي تكمل دورة حياتها، حيث تلتف اليرقة حول نفسها بين ألياف عضلية ثم تنمو حتى يصل طولها إلى 1 ملم، وتفرز العضلات نسيج ضام حول كل يرقة عادة، ويكون في النهاية حوصلة تحيط باليرقة، ويحتاج كل جنين أو يرقة إلى 2 أسابيع قبل أن تصبح أو يصبح معديا. يبدأ غزو اليرقات للعضلات في اليوم 8 من الدورة، وتصل ذروة الغزو في اليوم 10، بيكتمل نمو اليرقات في اليوم 16 من الدورة، بينما بيتم التحوصل في حوالي شهر، وتظل اليرقات حية داخل الأكياس لمدة بتتراوح ما بين 10 إلى 30 سنة. الحوصلة مغزلية الشكل واتجاهها الطولي في نفس اتجاه الألياف، وبيصل طولها إلى حوالي 0.5 ملم، وعلى الرغم من أن أي عضلة ممكن إصابتها باليرقات، إلا أن اليرقات تفضل أكثر عضلات التنفس، خصوصا عضلات الحجاب الحاجز والعضلات بين الضلوع وعضلات الحنجرة واللسان والزند، بمعنى العضلات اللي بتصلها كمية كبيرة من الدم. وتوجد اليرقات غالبا ناحية أوتار العضلات، وأحيانا بعد وضع الأنثى لليرقات تصل بعض هذه اليرقات إلى تجويف الأمعاء وتخرج مع البراز لتموت بعد فترة بسيطة. طريقة العدوى، بيصاب الإنسان بالديدان البالغة عندما يتغذى على لحم خنزير مصاب باليرقات وغير مطه جيدا، بينما يصاب الخنزير نتيجة لتغذية على فئران مصابة أو مخلفات تحتوي على لحوم خنزير مصاب. أما الفئران فإنها تصاب نتيجة لتغذيتها على فئران ميتة مصابة. عندما يأكل الإنسان لحم الخنزير المصاب والغير مطهي جيدا، تخرج اليرقات في المعدة حيث تذوب الحويصلات، وتصل اليرقات إلى الأمعاء الدقيقة، تم نموها في 2 يوم حيث تنسلخ مرتين قبل أن تصبح ديدان بالغة، وبعد التلقيح بتموت الذكور، ثم تغرز الأنثى جزءها الأمامي وتبدأ في وضع اليرقات في 6 من بدء العدوى. ولقد وجد أن الأنثى بتعيش حوالي شهر، تضع من 1000 إلى 2000 يرقة. هذه هي دورة حياة الشعرينة الحلزونية.
طبعا انفكت في الستيج هي اللي رقم بتحوصله في اللي هو الأنسجة بتاعت الخنزير أو حتى الإنسان، لكن الدايجنوستيك ستيج هي من خلال اللي هي أيضا اليرقات الموجودة في اللي هو الخنزير أو عضلات الأضرار والأعراض. باثولوجي اند سيمبتومز بتنقسم إلى فترتين، الفترة المعوية بتسبب الديدان البالغة اضطرابات في الأمعاء نتيجة لاختراق الطبقة المخاطية، بتسبب التهابات وأنزفة وقروح بجدار الأمعاء مما يؤدي إلى إسهال قد يكون شديد ويشبه التسمم الغذائي، خصوصا إذا حدث في مجموعة كبيرة تناولت غذائها في نفس اللحم المصاب. الفقرة العضلية حيث تكون اليرقات في العضلات، تبدأ أعراض هذه المرحلة في بداية الأسبوع الثاني من العدوى، سخونة، ألام شديدة في العضلات مع عدم القدرة على تحريكها، كما يحدث تورم في الوجه والجفون وصداع ونزيف تحت الجلد خصوصا تحت الأظافر وتحت اللسان نتيجة لإصابة عضلات التنفس، يحدث صعوبة في التنفس مع خشونة في الصوت. أما اليرقات التي تصل إلى القلب فإنها تسبب التهابات في عضلة القلب مما يؤدي إلى ذبحة صدرية أو هبوط بالقلب، واليرقات اللي بتصل إلى المخ ممكن تؤدي إلى حدوث التهابات سحائية مما يسبب شلل أو فقد للوعي. تختلف شدة الأعراض حسب كمية اليرقات، قد تكون بسيطة أو شديدة مما يؤدي إلى الوفاة في ظرف أسبوعان أو 3 بعد ذلك نتيجة لالتهابات في الرئة أو لحدوث سقوط القلب أو إصابة بالمخ. التشخيص Diagnosis فحص البراز لوجود أحيانا بعض الديدان البالغة أو الأجنة، وذلك خاصة في الأسبوع من الأول من العدوى، هذا صعب، لكن فحص الدم أثناء الأسبوع الثاني من العدوى لرؤية اليرقات برضه، لكن أفضل فحص هو فحص عينات من العضلات، إما فحص مباشر عن طريق ضغط عينات العضلات بين شريحتين زجاجيتين بطريقة تجعلها شفافة، أو بعد هضم العضلات بواسطة إنزيم البيبسين وحامض الهيدروكلوريك حيث توجد اليرقات مفرطة. اختبارات الحساسية حيث يحقن مسحوق اليرقات المخفف تحت الجلد، وفي الحالات الإيجابية بتظهر حلقة حمراء قطرها 5 سم خلال 20 دقيقة على الأقل، وهذه الشريحة بتوضح اليرقات في الألياف العضلية سواء في الخنزير أو في الإنسان. الوقاية الامتناع عن أكل لحم الخنزير الغير مطهو جيدا، مراقبة اللحوم المعلبة والمحفوظة المستوردة لاحتمال غشها بلحم الخنزير، مقاومة القوارض والفئران، التربية الصحيحة للخنازير في المجتمعات غير المسلمة التي لا تحرم أكل لحم الخنزير. الدودة الثالثة من الديدان الخيطية أو النيماتودة، هنتكلم عن دودة الإنكلوستوما المعوي إنكلوستوما ديودينال، وهي تنتمي إلى رتبة سترونجليدا. وديدان هذه الرتبة بتملك فيها الذكر جراب خاص للتزاوج، الفم بسيط لا يحتوي على شفاه ولكن غالبا بيحتوي على أسنان، البلعوم صولجان الشكل، منها عائلة لها أهمية طبية كبيرة وهي عائلة إنكلوستوماتيدي. بتسمي الديدان التي تتبع هذا العائلة بالديدان ذوات الدم المفتوح، وذلك لأن تجويف الفم مدعم بحلقة كيتينية تجعله مفتوحا باستمرار، وهو مزود بخطاطيف أو أسنان أو شفرات حادة. الديدان تتغذى على الدم، الجزء الخلفي للذكر متفلطة على شكل مظلة أو شمسية مدعمة بأضلاع ذات توزيع خاص بيساعد في تمييز الأنواع المختلفة من الديدان. دودة الإنكليستوما منتشرة في المناطق الحارة الرطبة وأحيانا في المناطق المعتدلة، وخاصة بين عمال المناجم حيث بيتوفر في المنجم الدفء والرطوبة، لذلك فهي توجد في جنوب وشمال أفريقيا وشبه الجزيرة العرب وشبه جزيرة العرب والهند والصين، وكذلك توجد في أستراليا وأمريكا الجنوبية. العائل الأساسي هو الإنسان essential host، مكان التطفل أو الباراسيتيزم سايت العلوي من الأمعاء الدقيقة. الشكل والتكوين، هي ديدان صغيرة بيضاء بحمر لونها نتيجة لامتصاص الدم، وتتميز بتجويف فمي واسع، كما إنها منحنية من ناحية البطية تجاه الناحية الظهرية في الطرف الأمامي، وبذلك فإن الحافة الأمامية للعليا للفم هي الحافة البطنية فعليا، والحافة الخلفية السفلية للفم هي الحافة الظهرية. تزود الحافة الأمامية أو البطنية للفم بزوجين من الأسنان الحادة على شكل خطاطيف، والزوج الداخلي أصغر قليلا من الزوج الخارجي وعليه نتوء بسيط. يوجد على الحافة الخلفية أو الظهرية صفيحة قاطعة مجوفة في وسطها بيفتح بها الغدة الظهرية، كما يوجد على الناحية البطنية في عمق التجويف الفمي زوج من الأسنان القاطعة، هنشوفه في الشكل، واحد على كل جانب.
ويفتح على كل من جانبيها غدة رأسية. تمتد الغدة الرأسية إلى منتصف الجسم تقريبا، تفرز هذه الغدة إنزيم مذيبا للخلايا. بيلي الفم المريء وهو صولجان الشكل، وبه 3 غدد تجري في جدرانه، وبينتهي بصمام عضلي بيؤدي إلى الأمعاء التي تفتح بفتحة الشرج قريبا من الطرف الخلفي للدودة، وذلك فإن الديل يعتبر قصيرا جدا. الأنثى أطول من الذكر وأسمك مدببة الطرفين، ولها جهاز تناسلي مزدوج بيفتح بالفتحة التناسلية أمام الثلث الخلفي للدودة. الذكر أقصر من الأنثى وله جهاز تناسلي مفرد بيفتح مع الأمعاء في المجمع، يتميز بوجود تمدد من القشرة يشبه المظلة بيساعد في عملية التلقيح، وهذه المظلة مدعمة بأضلاع ذات توزيع مميز، كما يوجد شوكتين طويلتين ورفيعتين، وهذا الجزء الخلفي من الذكر يسمى بالجراب التناسلي. بتكون الجراب التناسلي في الذكر كنتيجة لانبساط طبقة الجلد الخارجية في الطرف الخلفي على شكل مظلة كيتينية مفلطحة مكونة من 4 فصوص، فص على الناحية الظهرية وآخر على الناحية البطنية واثنان على الجانبين. الفصوص مزودة بزوائد كيتينية تساعد على عملية فتح وإغلاق فصوص الجراب التناسلي. يحتوي الفص الظهري على زائدة واحدة متفرعة إلى فرعين، وكل فرع متفرع إلى 3 فروع صغيرة. الفص البطني بيحتوي على زوج من الزوائد، وكل زائدة مكونة من فرعين ملتصقين. الفصين الجانبين بيحتوي كل منهما على زائدة واحدة كبيرة تنقسم إلى 3 فروع أمامية ووسطى وخلفية. الأمامية والوسطى متشابكتين بين الفصين الجانبيين والفص الخلفي، توجد زائدة منفصلة على كل جهة. في وسط الجراب التناسلي توجد فتحة المجمع، كما توجد شوكتي الجماع الطويلتين. هاي اللي هو التجويف بتاع الإنكليستوما، زي ما انتم شايفين مفتوح بدائرة كيتينية وفي زوجين من الأسنان، وهي الجراب التناسلي للذكر مع الأنثى. دورة الحياة، تعيش الديدان البالغة في الأمعاء الدقيقة، ونادرا في الأنثى، عفوا في الاثنى عشر، تضع الأنثى البيض في مرحلة مبكرة من القسم، حيث بيكون فيها خليتين أو 4 خلايا، والبيضة مستطيلة الشكل الشفافة وأطرافها مستديرة بفراغ يقع بين الخلايا وجدار البيضة. تخرج البيضة مع البراز، وإذا وترك البراز لفترة طويلة قبل فحصه، فربما توجد البيضة في حالة متقدمة من القسام أو محتوية على الطول اليرقي. تحتاج البيضة لكي تتم نموها تخفيف البراز، ومكان ظليل ودرجة حرارة مناسبة حوالي 25 درجة مئوية، ومدة من 24 إلى 48 ساعة. عندما تفقس البيضة تخرج منها يرقة صغيرة ذات مريء ضيق الوسط، وتسمى في هذه المرحلة رابيديتوفورم لارف أو اليرق الرابديتي، ويبلغ طول المريء تلت طول اليرقة. تتغذى على المواد العضوية، بتنسرخ بعد 3 أيام لتعطي يرقة أطول من الأولى وذات مريء ضيق الوسط، وتسمى باليرقة الرابديتي الثانية، وهي تتغذى على المواد العضوية حتى اليوم الخامس أو الثامن، حيث تتوقف عن التغذية وتنسلخ للمرة الثانية لتعطي يرقة ذات مريء اسطواني، وتسمى هذه اليرقة باليرقة الخيطية أو فليروفورم لارب، ويبلغ طول المريء تلت طول اليرقة، ويبقى الجلد الأخير مكون غشاء حول اليرقة. بعد فترة من السكون تفقد اليرقة الغشاء المحيط فيها وتستعيد نشاطها، وتمثل الآن الطور المعدي حتى تصبح قادرة على اختراق جلد العال. هذا هو الجزء الأول من المحاضرة الثامنة.